السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب دايما المراجعة تكون معاكم حلوة، ويا رب كده الامتحانات تكون معاكم ماشية كويسة، ويا رب الأيام دي ما تكونش عليكم صعبة. أنا عارف إنها صعبة جدا، بس يا رب يهون عليكم الأيام دي. في البداية كده حابب أعرف رأيكم في الفيو الجديد دوت، يعني قلت أغير الفيو كده، فيو جديد ورا كده اهوت، مش جديد شفته قبل كده يعني، وحاجات جديدة كده والدرع اهوت وحاجات كده يعني، قلت أغير يعني عشان ما تملوش من الفيو التاني. بدون رغي كتير النهاردة إن شاء الله جاي أكلمكم عن العربي، إزاي تلم العربي في الست أيام اللي قبل الامتحان، أو حتى لو أنت خليتهم مثلا 7 ايام قبل الامتحان يبقى حاجه حلوه جدا جدا، بس 6 ايام انا شايف ان هم قدر كويس من الايام انك تلم في العربي. وكمان الناس اللي شايفه ان منهج العربي اللي هو كبير قوي، اللي هو كبير قوي، يا جماعه ما تتخضوش قوي كده من منهج العربي، يعني ان شاء الله هتلموا، وهقول لك تلموا ازاي ان شاء الله، وهقول لك على احسن طريقه تذاكرها بيها، اللي هو برده مش دحيح بس هتحل الامتحان كله باذن الله تعالى. وكمان عايز اقول لك ان المنهج اللي انت مستصعبه جدا دوت، والله العظيم اول ما تروح الكليه وتاخد منهج كده في كليه بالانجلش بقى ولغات وبتاع، تكتشف بكل سذاجه ان منهج ثانويه ده انت ممكن مثلا تذاكره في ساعتين قبل الامتحان ممكن مثلا وانت في الكليه، بس هو بكل الموضوع في الثانويه العامه الضغط بقى انتوا فاهمين بقى. فخلينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده. احنا عندنا في العربي 6 فروع: نصوص وادب وبلاغه ونحو وقصه وقراءه. نصوص وادب وبلاغه ونحو وقصه وقراءه، يمكن نقول مثلا ان رقم 3 و4 اللي هم نحو وبلاغه يمكن مش بيتذاكروا قوي. بتعمل ايه في النحو والبلاغه؟ البلاغه دي بكل سهوله هي لها سؤال واحد محفوظ في كل الامتحانات، ويمكن انت لو بتحل امتحانات، واكيد انت بتحل امتحانات ثانويه عامه دلوقتي، انت اكيد دلوقتي عارف السؤال اللي بيجي في البلاغه ايه. هو سؤال واحد بيجي في البلاغه بس، مثلا بيجي لك 3 4 سطور او 3 4 ابيات شعريه، ويقول لك السؤال اللي في الاول ده. السؤال اللي في الاول ده انت خلاص حفظته، ولو ما حفظتوش عايزك تحفظه وتسكمه، لان هو ده اللي هيجي لك في الامتحان، باختلاف بس الشرح بتاع الابيات. السؤال بتاع البلاغه محفوظ، مش محتاج حاجه، اللي هو تسكمه هتكتبه في الامتحان باذن الله. وكمان تبقى فاهم شويه مثلا زي الاستعاره المكنيه، الكنايه، الحاجات البسيطه بتاعت ايه، بتاعت الثانويه دي. طب تتدرب على البلاغه ازاي؟ تتدرب على البلاغه انك مثلا دلوقتي بتحل امتحانات، لحد ما تبدا تراجع العربي تحل كل يوم امتحان وتركز في البلاغه شويه، وتعرف السؤال بيجي ازاي، وتعرف حله من الاجابات، وتشوف انت بتحل صح ولا غلط. وكمان تتدرب على الحاجات اللي محتاجه فهم زي الاستعاره والكنايه والمجاز والجناس وهكذا، تمام؟ فالبلاغه ما تقلقش منها خالص، السؤال اللي بيجي في البلاغه انت تحفظه وتسكمه. وكمان الحاجات الفهم اللي بتيجي في البلاغه انا عايزك بس ايه، تحل عليها شويه، اللي هو كل يوم مثلا انت بتحل الامتحان تشوف بس الحاجه دي، يعني تبص كده فيها كويس، ما تعديهاش بالسهل، اللي هو مثلا لو سؤال مثلا كنايه ما انتش فاهمها، سر جمالها مثلا، الاستعاره ما انتش فاهمها تفهمها كويس، تخلي الاستاذ بتاعك يفهمها لك وهكذا. فالبلاغه تسكم السؤال اللي بيجي في كل امتحان، وكمان الاسئله اللي تحته تفهمها كويس. دي بالنسبه للبلاغه. بعد كده النحو. النحو عايز اقول لك ان والله النحو اللي بيجي في اخر السنه بتاع اولى سنه ممكن يحله بكل سهوله، اللي هو اتفه قطعه نحو هتحلها في حياتك هتبقى ان شاء الله في امتحان الثانويه العامه. ده بقى يحصل مؤخرا، يعني زمان كانت بتبقى صعبه وكده، بس ده بقى يحصل مؤخرا، اللي هو النحو اللي في اخر السنه بيجي سهل جدا وان شاء الله هتحله كويس. بس برضو تعمل اللي عليك وانت بتحل كل يوم امتحان ثانويه عامه في العربي، تركز في النحو وتحله كويس، وتخلي حد يراجع معاك، او تراجع من الاجابات، بس لو ما فيش اجابات تخلي الاستاذ بتاعك يراجع معاك، تمام؟ فالنحو والبلاغه مش محتاجين مجهود قوي، اللي هو بس وانت بتحل تخلي بالك منهم، تمام؟ كده عرفنا ازاي نتصرف في النحو والبلاغه. طب تعالى بقى نتكلم عن المذاكره بجد، المذاكره حرفيا في الست ايام بتوع العربي. انا قسمتهم 6 ايام، لو انت مثلا عندك 7، لو في حاجه وقعت منك مثلا في الست ايام دول تلمها في اليوم السابع، ممكن في اليوم السابع ده تحل امتحانات ثانويه عامه، تمام؟ فاول يوم هتعمل ايه؟ اول يوم في الست ايام بتوع العربي هتبدا بالقراءه. طب انا ليه بقول لك ابدا بالقراءه؟ ابدا بالقراءه عشان هي اكتر حاجه او تعتبر سهله شويه، وكمان اكتر حاجه مش بتتنسي بسرعه، هو طبعا كله بيتنسي، بس اكتر حاجه مش بتتنسي بسرعه هي القراءه. طب انت عندك في القراءه 5 دروس، انتوا اتلغى من عندكم نصيب العرب من حضاره العالم، فانت عندك في القراءه 5 دروس، انت معاك يوم بحاله، يوم كامل القراءه مفرغ ما فيهوش اي حاجه، ممكن يبقى فيه مثلا درس عربي انت هتذاكر فيه ال5 دروس قراءه. طب ازاي؟ اللي هو دح كده وامسك النص احفظه؟ لا، كده انت مش هتذاكر درس واحد. هقول لك على طريقه تذاكر بيها ال5 دروس قراءه باتقان، وبرده ان شاء الله هتحل اي سؤال يقف قدامك. انت يا باشا كده، انت يا باشا كده، وانت كمان يا باشا هتيجي على الدرس القراءه تمسكه تقراه مرتين، تقرا الدرس مرتين بفهم لحد ما تحس انك اتقنت الدرس. طب انا مثلا واحد كنت بذاكر قبل كده طول السنه، والدرس القراءه بالنسبه لي حلو، ولو قراته مره بالراحه هفهمه جدا وهحفظه كمان، خلاص مش مشكله، احنا مش غاويين تضييع وقت يعني. بس الناس اللي تعتبر القراءه واقع منها خالص تقرا الدرس مرتين. طيب بعد ما اقرا الدرس مرتين، بعد ما تقرا الدرس مرتين، لو استوعبته كويس، لو استوعبته كويس ان شاء الله باذن الله، لو قرات بفهمه يعني بطريقه كويسه ان شاء الله هتفهمه وهيدخل في دماغك كله، فتقرا الدرس مرتين. طب بعد ما تقرا الدرس مرتين، بعد ما تقرا الدرس مرتين تجيب الاسئله اللي ورا الدرس. الاسئله اللي ورا الدرس دي مش هتحفظها، انت هتختبر نفسك بيها، هتعمل تيست كده لو تشوف انا فهمت ولا ما فهمتش، تمام؟ انت يا باشا بعد ما تقرا الدرس مرتين بفهم كده، تقوم جايب الاسئله اللي ورا الدرس، حاول تسمعها لنفسك وان شاء الله باذن الله هتسمع. طب انا هسمع بالنص اللي مكتوب؟ لا، لو قلت اي اجابه للسؤال يبقى انت ذاكرت كويس، اي اجابه للسؤال، اي
إجابة من دماغك بفهمك للدرس هيبقى أنت أجبت وأنت حفظت. مش شرط بالظبط تجيب الإجابة التيبيكال اللي موجودة في الكتاب، أصلا ساعات بتكون غلط والله. فأنت شوف السؤال بس وعبر باللي أنت فهمته. أي تعبير في الامتحان بيدل على المعنى بتاع السؤال بيتحسب صح، تمام؟ طيب أنا كده عندي 5 دروس، قرأت كل درس مرتين وسمعت لنفسي الأسئلة اللي ورا الدرس، أنا كده خلصت القراءة؟ لا، أنت كده ما خلصتش القراءة. طيب هو أصلا كل درس هياخد منك مثلا في رينج ساعة ساعة ونص لو أنت بتقرأ بتيقن أو بفهم أو وكمان بتسمع لنفسك الأسئلة، فكل درس مثلا ساعة ساعة ونص ساعتين بالكتير أو، فأنت عندك 5 دروس هيبقوا 10 ساعات. طب 10 ساعات قبل الامتحان ده يعني ده رقم مش اللي هو الواو بقى، اللي هو ده أنت قبل الامتحان يعني لو ما ذاكرتش واحد ما عندكش دم يعني، ده معلش في الكلمة بس أنت لازم اللي هو عادي، ما فيش حاجة اسمها 10 ساعات مش 10 ساعات، في حاجة اسمها حاجة بخلصها، في حاجة اسمها تارجت حطيته لنفسي بخلصه قبل الامتحان، مفيش حاجة اسمها بعد ساعات. طيب أنا دلوقتي خلصت الدرس قراءة كويس وسمعت لنفسي الأسئلة اللي وراه، أعمل إيه بعد كده؟ بعد كده تجيب أي كتاب أنت حليت فيه، أي كتاب أنت حليت فيه وتشوف أسئلة القراءة اللي أنت كنت غلطان فيها، أسئلة القراءة اللي أنت كنت غلطان فيها تمام، وتبص عليها وتشوف الإجابة بتاعتها إيه. والله لقيت نفسك فاكرها من المذاكرة اللي أنت لسه مذاكرها، يبقى تمام وخير وبركة وبركتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة كمان. طب لقيت نفسك ناسيها، يبقى برضو ما تقلقش خالص وتبص في الإجابة بتاعتها، وبدل ما تقعد تبكي نفسك إنك ما ذاكرتهاش كويس أو أنت عدت عليك مثلا، لا تبص على إجابة السؤال أحسن وتوفر الوقت دوت لليوم اللي بعده. تمام. يبقى الملخص بتاع القراءة، هتمسك كل درس تقرأه مرتين بفهم بالراحة، بعد كده تسمع لنفسك الأسئلة، بعد كده تشوف الأسئلة اللي أنت كنت غلطان فيها بس، ده اللي تعمله في القراءة. بعد كده مش هنتكلم عليهم، التاني منفصل والتالت منفصل والرابع منفصل. أنا كده عملت يعني طريقة كده أعتقد إنها كويسة إنك تراجع شوية حاجات مع بعض اللي هم إيه. أنا هتكلم عليهم التاني والتالت والرابع مع بعض، اليوم التاني والتالت والرابع، ركز كويس. طيب اليوم التاني والتالت والرابع هنعمل فيهم إيه؟ أنت عندك في المنهج 6 نصوص و6 مدارس شعرية، وعندك مقال اللي هو التكافل الاجتماعي، وعندك مسرحية اللي هي الكنيسة نورت، وكمان عندك في الأدب بالإضافة ل6 مدارس شعرية عندك المقال والرواية والقصة القصيرة والمسرحية، تمام؟ طيب تعمل ايه بقى في الثلاث ايام دول؟ كل يوم من الثلاث ايام دول هتاخد نصين بالمدرستين بتوعهم، هتاخد نصين بالمدرستين بتوعهم، يعني كل نص وراء المدرسة الشعرية بتاعته. وفي اليوم الاول هتاخد التكافل الاجتماعي والمقال، المقال هما كلمتين سطرين في الكتاب كده اللي هو تعريف المقال وخلاص وما بتجيش في الامتحان، تمام؟ هتاخد بقى معاه التكافل الاجتماعي، واعتقد برضو ان هو سهل، درس سهل يعني اكون درس قراءة كده، هو اصلا كان درس قراءة قبل كده. فهتاخد التكافل الاجتماعي مع النصين والمدرستين بتوع اول يوم، اعتقد يعني ده حاجة بسيطة اهي مش محتاجة، اللي هو نصين ومدرستين من المدارس الشعرية ومعاهم التكافل الاجتماعي في الإسلام. ثاني يوم هتاخد معاه الكنيسة نورت والرواية والقصة القصيرة، الكنيسة نورت والرواية والقصة القصيرة، نصين ومدرستين شعريتين، وهتاخد في اليوم الأول معاهم التكافل الاجتماعي والمقال، وفي اليوم الثاني كنيسة والرواية والقصة القصيرة، وفي اليوم الثالث المسرحية، تمام؟ تمام. طب بس استنى بس كده، استنى عليا بس كده، انت عمال تقول لي بقى اذاكر كل يوم نصين ومدرستين شعريتين، انا اصلا اذاكر النصوص ازاي؟ حلو السؤال ده ويعجبني، ازاي تذاكر النصوص؟ يعني انت مثلا تمسك الكتاب تقعد تحفظ بقى في النص وتضحك كده وهبهدل الدنيا في النص؟ لا مش عاوز ده يحصل. باختصار شديد، اول حاجه تمسك النص تقراه، تمسك النص تقراه والله بقى، سواء كان شعر سواء كان نثر تقراه برضو بفهم، ولو في مثلا ابيات مطلوب منك تحفظها او مثلا جزء في نثر تحفظه ده لازم تحفظه، تمام؟ دي اول حاجه هتعملها. بعد كده نيجي للمعاني، المعاني تقعد تدح فيها وتقرا بقى وتبهدل نفسك مذاكره في المعاني، اوعى تعمل كده. انا كنت واحد دحيح في المعاني اللي هو امسك المعاني احفظها كلها ولو معنى وقع مني اعيد النص من الاول تاني اكني ما ذاكرتوش، بس ده غلط جدا، واكتشفت ان ده كله ملوش لازمه، لان باختصار شديد جدا جدا مفيش معنى بيجي لك في الامتحان وهو جه في كتاب قبل كده، مفيش معنى بيجي لك في الامتحان من كتاب، بس انت بتقرا المعاني عشان يعني لو صادفت وجاب لك معنى من الكتاب، تمام؟ فالمعاني تتقرأ بس، تتقرأ بس، ولو لقيت مثلا كلمه لها معنى في دماغك مش شرط يبقى هو اللي في الكتاب يعني معنى وخلاص، تمام؟ اللي هو يعني تعرف تعبر عن الكلمه، تمام؟ ده بالنسبه للمعاني. تاني حاجه في النصوص بقى وهي الشرح، الشرح بتاع النص تعمل فيه ايه؟ برضو تقراه، يعني هو في حد بيحفظ الشرح؟ ده اسمه غباء، معلش يعني قبل الامتحان ما ينفعش خالص ما تحفظش شرح في اي حاجه، لو اقراه بس اعرف بس الابيات بتدور حوالين ايه، ولو انت فاهم الابيات وتعرف تعبر ما تقراش الشرح. حلو الكلام. تالت حاجه في النصوص وهي مواطن الجمال، مواطن الجمال برضو ما بتتحفظش. هو ايه بقى اللي ما بتتحفظش؟ انت كده شكلك هتوديني في داهيه اصلا، بتقول لي اقرا النص واقرا المعاني واقرا مواطن الجمال. انا عارف انا بقول لك كويس، اقرا النص كويس واقرا المعاني ما تحفظهاش، واقرا مواطن الجمال برضو ما تحفظهاش، بس تاخد بالك من ايه؟ تاخد بالك مثلا في مواطن الجمال زي مثلا التردد ده يؤكد المعنى ويوضحه، سر جمال مثلا التشبيه ده ايه، دي يعني دي الحاجه اللي بتلخبط شويه ممكن تجيلك في الامتحان، لو مثلا كنايه سر جمالها كذا، مثلا الاستعاره سر جمالها كذا، تمام؟ تمام جدا. طيب بعد ما قرات النص
والمعاني والمواطن وفهمتها كويس، تعمل ايه بعد كده؟ هيجي بقى بعد كده دور التعليق اللي هو ارخم حاجه في العربي كله، التعليق على النص. كنت عملت فيديو عن التعليق على النص، مش بقول لك روح شوفه عشان يعني ما اضيعش وقتك، بس هقول لك على المختصر المفيد في التعليق. انت هتقرا التعليق على النص ده مرتين، هتقرا التعليق على النص مرتين، مرتين بس بالتركيز، تمام؟ وهتجيب برده الاسئله اللي ورا التعليق زي ما عملت في القراءه، هتجيب الاسئله اللي ورا التعليق وتحاول تسمع لنفسك. انت قرات مرتين وبالتالي انت فهمت شويه، تمام؟ فهمت شويه، يعني مش عايزك تحفظ، لا فهمت شويه اللي هو تعبر، بس تعبر، تمام؟ واسئله التعليق على النص اعتقد محفوظه من كل امتحانات الثانويه العامه، لو بتحل امتحانات كتير هتلاقي نفس اسئله التعليق اللي بتيجي كل سنه، ممكن يجي لك سؤال جديد، فانت عشان كده لازم تقرا التعليق كويس، ماشي؟ اقرا التعليق مرتين، بعد كده سمع لنفسك الاسئله اللي ورا التعليق. انا كده بقى قرات النص، بعد كده قرات المعاني، بعد كده قرات المواطن الجمال وفهمتها كويس، بعد كده قرات التعليق مرتين، اسمع مني مرتين وفهمته كويس، وبعد كده قرات الاسئله اللي ورا التعليق. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده برده بنفس الطريقه اللي عملتها في القراءه، هتجيب كل الكتب اللي انت حليتها مثلا، سواء كتاب كتابين مثلا، وهتشوف الاسئله اللي انت غلطان فيها في التعليق على النص وفي النصوص بشكل عام، اللي هو بقى معاني، مواطن، شرح، اي حاجه انت غلطان فيها في النصوص وتبص عليها. بس ده كده اللي تعمله في النصوص بشكل تفصيلي جدا جدا، واللي انا لو في ثانويه عامه مكانك والسنه بتتعاد تاني هعمل نفس اللي بقولك عليه ده والله العظيم حرفيا من غير اي ذره تغيير، تمام؟ تمام، ده كده بالنسبه للنصوص. نيجي بقى لليوم الخامس والسادس، كده احنا اتكلمنا عليهم الاول والثاني والثالث والرابع. نيجي بقى لليوم الخامس والسادس، اليوم الخامس والسادس هنعمل فيهم ايه؟ احنا كده اتفضل لنا القصه، طب القصه تعمل فيها ايه؟ اليوم الخامس جزء اول قصه، واليوم السادس جزء تاني قصه، تمام؟ انا عايزك تركز قوي على الجزء الاول قصه، لانه يعني اعتقد بيجي منه اسئله اكتر، بس برده ده مش معناه انك تسيب الجزء الثاني وما تذاكروش. دليل على الكلام اني بقول لك اليوم الخامس زي اليوم السادس، ده جزء اول وده جزء ثاني، ما قلتلكش الجزء الاول يوم ونص والجزء الثاني نص يوم، لا عادي الاثنين زي بعض، وهتقرا كله وهتفهم كله. ازاي تذاكر القصه؟ بنفس الميكانيزم اللي عمال اقول لك عليه من الصبح، انت بس بتقرا وبتفهم، بتجمع معلومات، مش هتقعد تحفظ وتضحك قبل الامتحان يا جماعه، واقسم بالله العربي سهل يتلم، بس عاوز دماغ، عاوز دماغ. القصه هتذاكرها ازاي؟ بص يا باشا، انت هتجيب فصل القصه هتقراه مره، والله لقيت نفسك فاكره ومذاكره قبل كده وتلم في دماغك، قشطه بركه، خلاص خش على الاسئله سمعها لنفسك واقلب على اللي بعده. لقيت نفسك بعد اول مره قراءه لسه برده ما استوعبتوش كويس، هتقراه كمان مره، يبقى فصل القصه يتقرا مرتين، خلينا نقول فصل القصه يتقرا مرتين، تمام؟ طيب بعد ما تقرا فصل القصه مرتين هتجيب برده الاسئله اللي ورا فصل القصه وتسمعها لنفسك، اللي هو لو استوعبت هتجاوب، تمام؟ جاوبت باي طريقه، باي طريقه وباي صيغه حتى مش في الكتاب، يبقى انت مذاكر كويس ويبقى انت كده ذاكرت والحمد لله، تمام؟ واقلب على الفصل اللي بعده، تمام؟ تمام، وهكذا تمشي طول الجزئين قصه، فصل القصه يتقرا مرتين، بعد كده سمع لنفسك الاسئله اللي ورا الفصل، بعد كده تنقل على الفصل اللي بعده. طب تمام، انا كده خلصت الجزء الاول قصه، اخش على الجزء الثاني؟ لا ما تخشش على الجزء الثاني في نفس اليوم، خلي كل جزء في يوم، تمام؟ تمام جدا. طب بعد ما خلصت الجزء هتجيب برده الكتاب او الكتابين اللي حليتهم في العربي وتشوف كل الاسئله اللي انت غلطان فيها في القصه وتحاول تصلحها مع نفسك او تحاول تجاوبها مع نفسك، ولو ما عرفتش تجاوبها تشوف الاجابه بتاعتها برده تذاكرها برده. في حاجه بقى عايز انبه عليها، ان كل يوم من الست ايام دول بعد ما تخلص مذاكره تجيب امتحان ثانويه عامه وتحله. يا جماعه الامتحان هيفرق معاك، هيفرق معاك جدا، على الاقل حتى لو انت ذاكرت سؤال وجالك في امتحان حليته في نفس اليوم هتاخد كده طاقه، اللي هو مذاكرتي بتيجي فايده، اللي هو بذاكر فمذاكره بتيجي فايده وبحل، تمام؟ فهتديك بوزيتيف انرجي كده وتخليك تكمل بقى، واللي هو حاجه حلوه يعني، تمام؟ فكل يوم حل امتحان ثانويه عامه بعد ما تخلص او قبل ما تبدا عادي، بس يعني يفضل بعد ما تخلص، عشان زي ما قلت لك لو في سؤال انت لسه مذاكره وتحس كده انك عملت حاجه، تمام؟ ده بالنسبه للعربي. اعتقد يعني ان لو والله لو بيتعدى عليا السنه زي ما قلت لكم انا هعمل نفس اللي بقول لكم عليه دوت، مش عايزك تقلق من العربي خالص، العربي والله العظيم الامتحان بيجي سهل جدا تافه وهتحله ان شاء الله باذن الله. بس يعني في الست ايام دول تعمل كل اللي عليك فيهم، واهم حاجه، بس اهم حاجه اللي قلته لك النهارده معظمه بقول لك تقرا بفهم، فاهم حاجه تكون مركز وفاهم. وانصحك ما تضيعش وقت خالص في ايام الامتحانات، ابعد عن التليفون، ابعد عن النت، ابعد عن اي حاجه بتشغلك، ابعد عن التلفزيون، ما تسمعش مسلسلات ايام الامتحان، ما تسمعش مسلسلات، ده مش معناه ان المسلسلات حرام في الامتحانات وحلال في غير الامتحانات، هي حرام على طول وربنا يسلم يعني، بس ايام الامتحانات ابعد عن اي حاجه بس بتضيع وقتك، واي حاجه برده بتبعدك عن ربنا، ودايما صلي وادعي ربنا كده يثبتك في الامتحان ويرزقك كده التركيز والفهم وكل حاجه، وخليك دايما محتسب صيامك عند ربنا، انت صايم وكمان بتذاكر تحتسب دايما الاجر ضعفين، وربنا يكرمك ان شاء الله. بدعي لكم والله العظيم، وانتوا برضو ما تنسونيش بالدعوات، ولو عاوزين اي حاجه في الايام دي تكتبوا لي تحت في الكومنتات اي حاجه انتوا عاوزينها، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا بحبكم في الله، سلام.